حضرات المشاهدين الكرام اينما كنتم تابت اوقاتكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل. اليوم كما نري حارقه مفزعه قابل الاستاد بين الملاكين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونه في اجريدايرو في الكامب نو. شيء كبير يا عمري. نبدا بتشكيله فريق ريال مدريد. حراسه المرمى كيرور نافاس، في الدفاع هناك راموس الكابتن فاران، على اليمين كارفاغال، على اليسار مارسيلو، في توني كروس مودريتش في خط الوسط، في الهجوم هناك بسيبيوس والغدار كارث بايل وكريم بنزيما وستور. يا ستار ناريه ناريه من اول المشوار. ونبدا بتشكيله فريق برشلونه. حراسه المرمى دير ستيجن، في الدفاع جوردي البا وامتيتي وسيميدو الغدار وفي جيرار بيكي، في خط الوسط هنالك الغدار فيدال وانيستا، في الهجوم هناك ليو ميسي والاسطوره سواريز وأوتمان ديمبلي. واستور يا ستار، يستور يا ستار. ننتقل الميكروفون الى الزميل حميد الدراجي. شكرا لك يا الزميل روف خليفة على التالي. اليوم المباراة قوية ونارية ومفزعة بين الأملاقين الكبيرين. نعم. لا لا، لم أرى مباراة عمري في هذا الكلاسيكو الجميل بين برشلونة وريال مدريد. الكرة عند ليو، ليو با 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 ولا با 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 بقول استلم ليو بإصرار، حطها بيمنى بالزاوية. ولا لا، قلت لكم حذاري من ليو. الكرة ما زالت عند مودريتش، يلعب الكرة إلى ركي، إلى مودريتش، يلعب الكرة توني كراوس إلى رونالدو. ولا لا با با با، يا سلام عليك. ولا لا، يا سلام على الريال ويا سلام على برشلونة. ننتقل الميكروفون للزميل يوسف سيف. ايه حضرات المشاهدين الكرام، متابعي بانسبورت الرياضية هنا في ملعب الكبار ملعب الكامب نو. الكرة عند اليوم ميسي، يلعب الكرة لويس سواريز، يلعب الكرة إلى سبع مقطوعة من فينيسيوس اللاعب البرازيلي. الله والله علق وصبق، كرة ممتازة من فينيسيوس البرازيلي، كرة خطيرة كانت تأتي بالجول الأول لريال مدريد هنا في الكامب نو. وشكرا، ننتقل إلى المعلق الكبير فهد العتيبي. ماذا تقول زميلي؟ شكرا لك زميل يوسف سيف. هنا في ملعب الكبار ملعب الكامب نو، مباراة جميلة جدا، مباراة من أروع ما يكون. هنا كريستيانو رونالدو في مازة اليوم، يلعب الكرة اليوم ميسي، مازال يلعب الكرة، يلعب الكرة لسواريز، سواريز يلعب الكرة مر، يلعب الكرة لليو. إلهي روعة روعة، لقد سددها في المكان الذي تسكن فيه كل الشياطين. بوم يا إلهي. شكرا لكم اينما كنتم اعزائي المشاهدين. ننتقل للمعلق عصام الشوالي. شكرا لك الزميل فاضل الطيبي. هنا في ملعب الكبار ملعب الكامب نو، كل واحد وبرسا. الكورة عند ليو، يلعب الكورة ميسي، ميسي يا عسي ارجنتيني. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يا حلوة. الكورة ما زالت عند مودريتش الكروات، مش ممكن. يلعب الكورة الكرواتي، يلعب الكورة مودريتش، يلعب الكورة توني كراوس، توني توني يلعب الكورة، زوردي علبة مقطوعة، يلعب الكورة زوردي، زوردي يضرب له يو الاول لبرشلونه، الهدف الاول للبرشلونه. يلعب الكوره، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم رفيق الاطريف. يا ليلى.